ثوروا ثوروا. هو قاعد فوق المنبر ما راح نزور سوا، عليك الله ارحب بسينا، بس ان شاء الله نصل للحجوز وبنرجع سور معانا. يا اخي هذول الناس مجرمين، ناس عايشين احسن عيشه وكذابين مجرمين، يخلوا الشفع يضبحوهم، شفع يضبحوهم ضبح في سوريا وفي وين، وهو قاعدين يلعبوا كوره ويرقصوا ويصفقوا قرضاوي ومين، يصفقوا ويرقصوا، واحد يرقص بينصه وبعرضه وبطوله يرقص، وذاك بيكتلوه وما صار. يقول الناس سوروا هذا جهاد، وقال لهم الحور شنو؟ الحور قال منتظرينكم، حور قدام تخرج على الحاكم تقابل الحور. طيب انت ما داير حور ليه يا قرضاوي؟ ليه ما داير حور؟ اخرج، مجرمين الناس الكذابين. طيب ولما استلم مرسي، مش هنا قال سور وانا من خطب الفتنه، اول ما استلم محمد مرسي الاخواني الدجال، اول المرسي ده لما استلم فتح للشيعه، فتح للنصارى، ما طبق حد واحد من حدود الله وخالف جميع حدود الله، ومقاطعه منتشره وفضحوه فضايح، وجابوا له وزيرة شنو كده امريكيه ولا بريطانيه لابسه فوق الركبه جكسه في خسته وقاعد معاه، وبلاوي بلاوي بلاوي ما بنقدر نذكرها نحن. طيب لكن لما استلم محمد مرسي زولهم ده، القرضاوي قال شنو؟ خطب خطبه قال اسمعوا واطيعوا، والله جد قال اسمعوا واطيعوا له، وان امر عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. لا يجوز لاحد ان يرفع صوته بالمناداه باخراج محمد مرسي من نظام الحكم، لانه منتخب انتخابا شرعيا صحيحا، وهو ولي الامر المسلم الذي يجب ان يطاع بامر الله. هذا نامر الجميع بهذا، الله هو الذي يامرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق على المرء المسلم، حديث البخاري ومسلم، حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وسائر السنن والمسانيد، يقول حق على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ده القرضاوي ده قال سوروا قبيل، أه وقال القرضاوي لما ماسك محمد مرسي قال لا يجوز الخروج عليه، على محمد مرسي، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه ألا ننازع الأمر أهله. شوف اللعب، شوف اللعب بالدين.